مؤمن محتاج دعوات حضراتكم، لانه تبقى للمرض حتى اللي هو عنده فمناعته تبقى ضعيفه شويه، يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. طيب خليني ارحب بقى ونعرف تفاصيل كلام كده واضح وصريح من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه. دكتور عوض مساء الخير يا فندم. يا اخي يا استاذ عز، ازي اهلا حضرتك؟ بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. اهلا كوليرا، بحضرتك. كوليرا تاني يعني ازاي؟ مهم اسمعك اولا والناس تسمع. اولا انا بشكرك حضرتك، وثانيا خلينا الاول عشان الناس تبقى مطمئنه، الوضع في مصر حاجه وما نسمعه من حته تانية حاجه تانية. تمام، وكلمني على العدوى. بمعنى ان ما فيش كوليرا في مصر، لا يوجد كوليرا في مفيش مصر. تسجيل لأي حالة كوليرا في مصر. دي نقطة مهمة قوي، وبرضه بأكد لسيادتك إن أي حاجة وبائية ما بتستخباش، يعني لازم يعلن ونعمل إيه والكلام ده كله. نمرة اتنين، وجود كوليرا في أماكن في العالم وحوالينا ده شيء متوقع جدا. ليه؟ لسبب، هو الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية في هذه المناطق. ايه علاقة الظروف كل دي ده مرض بينقل عن طريق يا الميه اساسا او الاكل. مرض معدي، مرض خطير بيؤدي الى نزلات معويه واسهال فظيع، ايوه بيخلي سوائل الجسم يعني تخلص. تنزل بطريقه عنيفه يعني. فالحمد لله. اولا تاني باكد ان احنا ما عندناش كوليرا في مصر، لكن في بعض البلاد حوالينا احنا عارفين ورصدنا هذا، منظمه الصحه العالميه رصدت واحنا بنتابع فيها. نعم. طب جات ليه في الحته دي؟ نظرا للظروف اللي انا قلت لحضرتك عليها. نعم. يعني لما تكون ناس قاعده في مخيمات بتستعمل ميه قد تكون ميه مياه جوفيه او ميه مش مضمون نظافتها، او في مستنقعات تنقل الامراض، فكل ده ممكن يكون سبب انتشار، او الغذاء غير نظيف هو ده اللي يؤدي لهذا. فاحنا بنترقب هذا، بنرصد، الكوليرا معدية يا بنشوف دكتور اي عوض؟ احتمال لاي حالات موجوده، نعم. وسيادتك نؤكد على النظافة العامة ونظافة المياه ونظافة تداول الغذاء، كل دي نقاط مهمة. معدية يا دكتور عوض؟ معدية طبعا، يعني أيوة. معدية عن طريق استخدام هذه الحاجات الغير ملوثة أو إفرازات الملوثة تقصد؟ المريض المصاب، يعني لو واحد عنده لا مؤاخذة أو استخدم حمام. ما كانش فيه نظافة أو حاجة، هتنتقل تنتقل عن طريق الغذاء او المياه. ايوه تمام، ده كلام مهم جدا ان احنا نسمعه من حضرتك. طيب إيه هو احنا مخلصين فكره التطعيمات ومخلصين القصه دي، وده يخليني لانه تصريح الصحه العالميه عندنا انها بتعلن ان هي عندها عجز حاد في لقاح الكوليرا. ايوه، ما هو ده عشان لقاح الكوليرا ما كانش بيستخدم كتير، لأن المرض ما كانش منتشر موجود. عالميا بصورة وبائية، فما كانش بيستخدم كتير، لكن ممكن يتحضر ويستخدم. برضو حضرتك السؤال، هل احنا محتاجينه في مصر؟ لا حاليا، تمام. لكن هم محتاجينه جدا في هذه المناطق المصابة. ايوه وسيادتك طبعا عارفة ان في بلاد اخرى في جنوب شرق اسيا فيها فيضانات نعم. كثيرة جدا عنيفة، وأدت الى تهجير اعداد كبيرة من البشر، نعم. وأدت الى يعني الناس سابت بيوتها وسابت ايوه الاكل النظيف والميه نعم النظيفه الى اخره. نعم على نعم فكره يا استاذ عزه، نعم الكوليرا من ضمن الارصاد الامراض المرصوده والتي تتاتى نتيجه للخلل في المناخ. عشان المناخ. كده بنقول دايما، واحنا اتكلمنا في هذا وعملنا نوع من يعني الابحاث في هذا، نعم. التغيرات المناخية العنيفة تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض، ومنها مرض الكوليرا. الكوليرا، ومنها مرض الملاريا، ومنها مرض الدرن، وحاجات تانية كثيرة يعني. نعم. طيب سيادة الوزير، الكورونا أخبارها إيه؟ الكورونا عالميا ولا محليا؟ لا. عالميا ما زالت الوباء موجود، ولم يعلن حتى الآن إن العالم يعني تم تخلص. تخلصه او تم السيطره كامله على مرض الكورونا. وعشان كده الوباء لم يعلن خلو العالم من الكورونا. وطالما ان في وباء عالمي، واحنا دوله كبيره، دوله منفتحه، دوله بيجي لنا سياح، نعم. دوله بيجي لنا ناس من مختلف انحاء العالم، نعم. ف
فيجب أن نستمر في الاحتياط والاحتراز والوقاية. والتطعيمات موجودة، موجودة قوي وبوفرة، وكل الفئات المستهدفة يجب أن تتلقى لقاح الكورونا. لكن أرجع أقول لحضرتك تاني، الوضع في مصر جيد جدا، حالات قليلة جدا، في حالات برد وزكام وكده، لكن حالات الكورونا قليلة جدا جدا. لسه هقول لحضرتك يعني فكرة البرد دايما في الفصول دي من يعني نقلة الانتركالة ما بين الفصل والفصل ده بيبقى في حاجات غريبة كده، المناخير والتف والنف هي شتى جرابتها بتيجي او سبب الحصول للحكاية دي، وطبعا انتشار الانفلونزا الموسمية. ايوه، ان الناس بتطلع من حتة دافية لحتة هاوية، نعم، وتيجي على طول زكام، او العكس، من حتة برد او الحتة سخنة قوي. وطبعا في مدارس وفي جامعات، ايوه، ويجب اتخاذ الاجراءات الوقائيه. يعني لو واحد جاله عطس ورشح وسخونيه وزور ووجع والحاجات دي كلها، يجب ان هو ما يروحش المدرسه او ما يروحش الحضانه عشان ما ينقلش العدوى للمخالطين ليه في هذه الاماكن. اتغيرت الاعراض يا سياده الوزير؟ اعراض مين؟ اعراض كورونا. اعراض كورونا حاليا الحالات اللي موجوده. اصل يا استاذ عزه، اعتقد ان انا اتكلمت مع حضرتك زمان. نعم نعم. الكورونا من ضمن الفيروسات التنفسيه. يعني الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. فبدايتها ممكن يبقى عطس ورشح والزور بيوجع وحراره شويه. أيوه. وتكسير في الجسم وشويه كحه. ايوه. وتتشابه تماما او كثيرا مع الزكام العادي ومع نزلات البرد العادي. بتاع الجو اللي احنا فيه. بالظبط. ايوه. وعشان كده الخلط بالاثنين ساعات بيحصل. وفي الحالة دي بما ان الاثنين فيروسات تنفسية والاثنين معديين، يجب نتعامل معاه على هذا الاساس. ويعني نحاول بقى فكرة من السائع للسخن دي او العكس دي، يعني بقدر الامكان نتلافاها الفترة دي. بالظبط. لغاية لكن اللي ساعدنا بقى في هذا قوي، لو عندنا الماسكات هتساعدنا في هذا. تمام. يعني لو واحد عنده الكمامة والماسك وقاعد في حتة دافية، راح خارج في الهواء، لو لابس ماسك يبقى الهواء البارد جدا او الساخن جدا مش هيخش الجهاز التنفسي. طبيعي. بشكرك سيادة الوزير، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. المهم ان احنا نقوله لحضراتكم النهارده بخصوص تصريح منظمه الصحه العالميه عن الكورونا.